أهلا ومرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج هنا الآن. اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2016. بالطبيعة الحدث الأبرز مؤتمر الاستثمار، هذاك عليه الطبق اللي نقترحه عليكم اليوم سيكون كالتالي: مؤتمر الاستثمار تونس 2020، وعود سخية بالدعم الاقتصادي. بعد ما نتوسع في التفاصيل ننتقل بالأجواء التحليل والنقاش إلى أمريكا اللاتينية. فيديل كاسترو زعيم كوبي يغادر الحياة تاركا إرثا للنقاش. الإرث الكاستري سيكون هو نقاش وموضوع نقاشنا بعد الحديث على مؤتمر الاستثمار. مرحبا بكم في حلقة جديدة من هنا الآن. رحب بضيوفي: سي راضي المدب، عضو لجنة تنظيم مؤتمر الاستثمار، مدير مكتب دراسات والشخصية المعروفة في مجال الاقتصاد. مرحبا بك سي راضي. شكرا، بارك الله فيك، ومرحبا بكل مشاهدي قناة التاسعة. مرحبا. رحب أيضا بسي مراد الحطاب الخبير الاقتصادي. مرحبا بك سي مراد. وبيك بارك الله فيك، مرحبا بكل مشاهدي القناة التاسعة. يعيشك. مرحبا سي مراد. سي راضي، في كلمتين قبل من نستعرض التقرير، فرحان بالنهار الاولاني؟ اي فرحان، ومش انا برك فرحان، انا فرحان خاطر الناس اللي حضروا فرحانين، وهما جاوا عبروا لي على فرحهم، ويعني ناس وجدوا من ناحيه مستوى التمثيل، مستوى الحاضرين سواء كانوا اجانب او تونسيين، سواء كانوا سياسيين او اقتصاديين، كان مستوى متميز. وحتى يعني الإعلانات اللي تم تعرف عليها في المؤتمر هذا كانت أعلى من مستوى انتظارات التوقعات. نشوفه بأكثر تفاصيل بعد ما نشاهدوا مع بعضنا التقرير التالي. تم اليوم الصباح في قصر المؤتمرات افتتاح أشغال المؤتمر الدولي للاستثمار تحت إشراف رئيس الجمهورية البلجيكي قايد السبسي، وبمشاركة الوزير الأول الفرنسي مانويل فالز والوزير الأول الجزائر عبد الملك سلال وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى جانب العديد من رؤساء الدول والحكومات والوفود الأجنبية، إلى جانب عدة مؤسسات مالية دولية وتونسية. بشعار الطريق نحو الاندماج، الديمومة والفعالية، عرضت الحكومة التونسية 142 مشروع لتحفيز الاستثمار ودفع الاقتصاد في البلاد بقيمة جملية ب 67 مليار دينار. في كلمته الافتتاحية يعتبر رئيس الجمهورية أن تونس تواجه أوضاع استثنائية وهي محتاجة إلى دعم استثنائي. في المقابل تعهد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالز في كلمته بتقديم المزيد من الدعم لتونس. أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني شدد على أنه بلاده باش تستمر في مساعدة تونس. الجزائر ومن خلال الوزير الأول عبد الملك سلال عبرت عن واجبها التضامني مع تونس ووقوفها من جنب إلى جنب من أجل تقديم الدعم في المجال الاقتصادي والاجتماعي. برشا وفود مشاركة قدمت اليوم وعود استثمارية ومساعدات مالية، وأكدت دولة قطر بمنح تونس مساعدة مالية بقيمة 1,250,000,000 دولار إلى جانب التكفل بمصاريف المؤتمر والعديد من الاستثمارات الاقتصادية، فيما وعدت الكويت بمنح تونس قروض ميسرة بقيمة 500,000,000 دولار في السنوات الخمس المقبلة، وباش تقدم تركيا وديعة مالية في البنك المركزي بقيمة 100,000,000 دولار، ووعدت كندا بدعم قدره 24,000,000 دولار على امتداد 4 سنوات، وباش تحول فرنسا جزء من الديون التونسية إلى تمويلات لمشاريع تنموية في تونس، وباش تضخ خلال السنوات القادمة 250,000,000 أورو كل سنة. السعودية ومن خلال صندوق التنمية السعودي وعدت بمنح بلادنا 500,000,000 دولار لدعم الاستثمار في مجالات عدة، ومنح 85,000,000 دولار لبناء مستشفى القيروان، و 15,000,000 دولار لتطوير جامعة عقبة بن نافع، وتخصيص 200,000,000 دولار لدعم الصادرات السعودية إلى تونس. سويسرا من جهتها باش ترصد اعتمادات مالية بقيمة 250,000,000 دينار خلال 5 سنوات القادمة لدعم تشغيل الشباب وتطوير التكوين المهني. البنك الأوروبي للاستثمار باش يوفر تمويلات على امتداد 5 سنوات بقيمة 2,500,000,000 يورو. البنك الدولي لإعادة الأعمار والتنمية وعد باستثمارات نهز 615,000,000 يورو، فيما وعد البنك العالمي بتمويلات بقيمة 1,000,000,000 دولار سنويا على امتداد 5 سنوات. مؤتمر الاستثمار يحقق في اليوم الأول عدة وعود استثمارية، وهي خطوة أولى إيجابية بعد التخوف من تزعزع ثقة المستثمرين الأجانب في بلاد،
لكن يبقى السؤال، كيف ومتى ستترجم هذه الوعود على أرض الواقع؟ سيرادي سيدي، وعود عبرت على فرحتك أنه رادي المد بيعبر على الفرحة، الخبير الاقتصادي، الدقة في الأرقام، الدقة في التوقعات، يعني ننتظره. عباد تقول لك هل ندرى ما هي ضمانات تحول الوعود إلى واقع حقيقي، وفما رزنامة في الغرض، فما ترتيب، فما التزامات، ثم أيضا الأكيد بخبرتك في مؤتمرات شبيهة، ما هو طابع الإلزام في الوعد؟ هل هو إمضاء مع دولة يملك طابع إلزام؟ هل أن الإعلانات اللي قدمت اليوم فيها طابع ما نقولش قانوني، فيها طابع إلزام بحيث نجمو ندمجوها في التوقعات كي نبنيو ميزانيات، كي نبنيو تخطيط، كي نبنيو مخطط على مدى الخمس سنوات القادمة، وإلا تبقى دوما وعود في حاجة لتنفيذ؟ بارك الله فيك على السؤال لأنه وجيه جدا، وهذا السؤال اللي تسألوه الناس الكل اليوم، مع العلم أنه كانوا وعدونا سابقا في مؤتمر دوفيل نفكروا في 2011 لما كان سيد باجي قايد سبسي وزير أول في ذلك الوقت وراح لدوفيل، قالوا لنا مش نعطيكم 25 مليار دولار وما صار منهم حتى شيء. شنو الفرق ما بين البارح واليوم، وعلاش الوعود بتاع اليوم تنجم تنجز أم لا، وشنو الإلزامية متاع التصريحات اللي تقدمت؟ لو نجمع الأرقام اللي تقدمت الكل، وهي ما تجمعش خاطر حمص وزبيب، لكن نحاول نجمعها، نوصل تقريبا إلى قيمة إجمالية في حدود 16-17 مليار دولار. قيمة هامة جدا، 16-17 مليار دولار، يعني تمثل تقريبا 35 مليار دينار بفلوسنا احنا، 35 مليار دولار. مع العلم ان احتياجاتنا للسنوات الخمس القادمه بما فيهم 2016 للاستثمار في حدود 120 مليار دينار، منهم 48 على حساب الدوله و72 على حساب القطاع الخاص. 35 إذن رقم هام وهام جدا، وينجم يمكننا من تاكد ان مشاريعنا، وأساساً مشاريعنا التنموية العمومية تقريباً ضمننا لها التمويل الخارجي اللي نحتاجه. لكن علاش قلت ما نجموش نجمعوا الأرقام هذه؟ لأنها الإلزامية متاعها مش نفس الشيء بين رقم وآخر. فما ما بين البارح واليوم وتتواصل اليوم وتتواصل غدوة توقيع عدد من الاتفاقيات، وفما أيضاً في بين الأرقام هذه إعلانات نوايا، إعلانات نوايا وتوقيع اتفاقيات إطارية. فما ثلاثة أنواع من الـ من الـ من الأرقام المطروحة علينا. باش نبدأ أولا بما هو ملزم. ما هو ملزم هو اتفاقيات تمويل المشاريع اللي تم عدد منها يوم اثنين، ويوم اثنين في النهار ويوم اثنين في الليل، وتواصل اليوم مش يتواصل غدوة. حب نذكر منها عدد من المشاريع. بربي شنية بالضبط باش يفهموا التوانسه ونترجموا لهم باللغه القريبه. أيه. الفلوس اللي باش تدخل الكاسه اكيد. أيه. شكوني وشكون الجهات؟ أيه. انا هي المشاريع اللي تم امضاءها. فما اولا مشاريع مموله عن طريق بنك الاوروبي للاستثمار. بنك الاوروبي للاستثمار وقع عدد من الاتفاقيات الملزمه قانونا واللي ستفضي إلى دفع وضخ أموال في الاقتصاد التونسي. هذه نعملوا عليها. هذه نعملوا عليها لا شك. نجموا نحسبوها في التوقعات في الميزانية. وقعنا عليها ولات ملزمة. ملزمة. احنا لازمنا المشاريع تتقدم لأن هذه مش أموال لتمويل ميزانية الدولة. هذه أموال للاستثمار في مشاريع معينة. حب نذكر منها عدد من المشاريع. فما أولا اتفاقية تم توقيع عليها البارح مع تونيزي تيليكوم. أيوه. 100 مليون يورو. 100 مليون يورو معناتها 250 مليون دينار تونسي لتطوير البنية الأساسية في الجهات الداخلية، الفيبر أوبتيك هذه. هذه مش تمكن الجهات الداخلية من رفع العزلة عليها، العزلة الرقمية عليها، هذه هامة جدا بالنسبة للإدماج. بربي السيرادي، هذه البنك الأوروبي للاستثمار يعني قدمت لتونس هذه بعنوان شنو؟ بعنوان
قرض بعمل هيب اه قرض قرض اه هذو ما قرض هذا قرض لكن بظروف ميسره جدا ميسره جدا لانه اي حاب نفهم وكان وكيف تولي الامور من شعب نحاولوا بالتفاصيل خلي يجينا بالتشعب يجينا بالفنيات هذا قرض طويل المدى يدخل في منظومه حطتها اوروبا وضعتها اوروبا لتمويل البنيه الاساسيه الرقميه وسياسات التجديد لينوفاسيون سياسات التجديد في اوروبا ل 28 بلد اوروبي يتمتعوا بها بخلاف 28 بلد اوروبي عدد قليل جدا من البلدان خارج اوروبا تونس من بينهم من بينهم تونس هي البلد العربي والافريقي الوحيد اللي يتمتع بهذا منذ شهر ماي الفارط هذا برنامج كبير في اوروبا سموه اش 2020 2020 يعني تحب اوروبا تلتقي مع التقنيات ومع التقدم ومع الرقي ومع الحداثه في موعد 2020 فمكنونا مدت لنا يد مدت لنا يد واصبحنا طرف في هذه المنظومه الماليه هذوما البنك الاوروبي للاستثمار يعني مد على مدة طويلة جدا واضح. بمدة إمهال اللي ما نرجعه فيها حتى شيء طويلة أيضا وبسعر فايدة متدني جدا خارق العادة شنو الأخرين؟ الأخرين عنا مشروع وقعته البنك اليوم البارح في العشية مع ديوان التطهير هذا البنك ما زلنا مع البنك الاوروبي للاستثمار اوروبي للاستثمار احنا قاعدين نذكر السادة المشاهدين نستعرضوا في الفلوس اللي داخله سور مش وعود هذه هذه اتفاقات ملزمه نجمو نحسبوها التوانسه ونبرمجوا انها سي دخلت مش باش تدخل غدوه لا طبعا حسب حسب الاتفاق ولا كذا حسب تقدم الانجاز بالضبط عندنا مشروع لفايده ديوان الوطني للتطهير لانجاز 5 محطات تطهير على الساحل على شريط الساحلي باش ما عادش نخليو المياه الملوثه تمشي للبحر للبحر واحنا البحر هام جدا بالنسبه لنا لانه مصدر ثروات متعدده اولا مصدر سياحه ثانيا مصدر ثروه سمكيه. ثالثا هذا المحيط نتاعنا لازم نحافظوا عليه لانه مش نخليه لاولادنا واولاد اولادنا كما خلوهونا الاجيال اللي سبقونا وكذا اذا هذا مشروع هام ايضا لفايده ديوان التطهير فما ايضا مشروع اخر لفايده بنك البنك التونسي لتمويل مشاريع صغرى مع شبكه اسمها لو ريزو انتربروندر لو ريزو انتربروندر اللي يتم باحاطه المشاريع الصغرى ويمكنها من النفاذ الى يعني الجدوى الاقتصادية والنفاذ إلى التمويل وهذا يتم بشراكة بين لو ريزو انتربروندر والبنك التونسي فما زاد قرض مهم 50 مليون يورو 125 مليار تقريبا توضع على ذمة البنك لتمويل هذه المشاريع الصغرى المبادرات الصغرى اللي ما عندهاش الضمانات الكافية واللي ما عندهاش تجربة هذه مع البنك التونسي مع البنك التونسي هذوما عدد من مشاريع مع البنك الأوروبي للاستثمار فما مشروع آخر هام جدا هو مشروع بنية أساسية مع الدولة مباشرة أيوة هو قنطرة بنزرت تتحطت فيه الفلوس قنطرة بنزرت هذا مهم هذا مهم جدا شبي ما تكلموش عليه الحكاية هذه تو أول مرة نسمع 183 مليون يورو مهم جدا خاطر المشروع هذا كان ينتظر قبل المؤتمر وقال على الاعلان لا بس معناش انه وفرت له مش 83 مليون دولار تقريبا لا لا سامحني فمشروع اخر في بنزرت هو تطهير صبخه بنزرت ايوه هذاك اللي موجود من قبل لكن هذايا البارح وهذاك بالرقم اللي تحكي عليه هذايا البارح ايوه مشروع هام جدا هو مشروع قنطره بنزرت مشروع ضخم جدا طبعا تكلفه نتاعو في حدود تقريبا 650 مليون دينار 650 مليار هذا البنك الاوروبي للاستثمار مش يمول منه ثلثي حجم المشروع. الاستثمار ككل مهم مهم جدا يعني تقريبا
التمويل اللي تحصلت عليه تونس في حدود 400 مليون دينار. إجماليا الاتفاقات الملزمة اللي تم توقيعها البارح بين البنك الأوروبي للاستثمار والحكومة التونسية أو أطراف تونسية أخرى وصلت في حدود 400 مليون يورو. هذه ملزمة يعني مليار دينار بفلوسنا احنا مليار دينار بفلوسنا احنا هذه تم التوقيع عليها رسميا وحددت قانونيا وحسب تطور المشاريع وكذا نجموا نعملوا عليها. هذه نعملوا عليها اليوم سيرادي مش هذاك هو فمن مشاريع اخرى تم الاتفاق فيها نحب نحكي عليها بعجالة هو ما تم توقيعه البارح في الليل في قصر الحكومة بحضور الوزير الاول الفرنسي ورئيس الحكومة التونسية. خمسة اتفاقيات منهم اتفاقية إطارية توضع الإطار الشامل واللي تقول أن فرنسا عن طريق الوكالة الفرنسية للتعاون الفني لاجونس فرانسيز دو ديفلوبمون للتنمية الوكالة الفرنسية للتنمية مش تمول سنويا 250 مليون يورو استثمارات في تونس. في تونس وهذا رقم هام جدا. حددت مشاريع بعينها للتمويل وإلا حددت الرقم من بعد فما ما يسمى بالبايبلاين من المشاريع هي تدرس فيهم الآن وحسب تقدمهم وهي نرجع لها من بعد خطر هامة جدا وهذه تكون جزء من الإجابة على سؤالكم الوجيه كيفاش مش نلزموهم الناس هذوما باش. وهنا نحب نسألك زادة تقنيا الاتفاق الإطاري عنده نفس جانب الإلزام كما الاتفاقات اللي عملناها مع الاتحاد الأوروبي. لا لا. الإلزام سياسي وأدبي. أدبي أكثر منه واقعي نجم فرنسيسي. لا لا ما نجموش. لا لا ما نجموش. ما نجموش. الإلزام من ناحيتنا إحنا. إحنا نجمو ردوه ملزم. ملزم. إذا كان إحنا عنا الكفاءة باش نقدموا مشاريع مدروسة وفيها الجدوى الاقتصادية والاجتماعية وقتها يولي ملزم. أما كيما هذاش صار في دوفيل عام 2011 قالوا لنا 25 مليار دولار نسحب باش يعملوا لنا شيك ولا باش يعملوا لنا فيرمون في الحقيقه لا اعطيناهم مشاريع لا اعطيناهم حتى شيء لكذا. المشكله عندنا احنا احنا ما قدمناش مشاريع بما فيه الكفايه وبما فيه الدراسه الكافيه والمعمقه والمجديه اللي باش نقولوا على اساسها هاو المشاريع لهنا. واضح. بالنسبه للوكاله الفرنسيه للتنميه فما عدد بخلاف الاتفاقيه الايطاليه هو وقع عدد من المشاريع الأخرى تمويل عدد من المشاريع الأخرى ديوان التطهير نفس المشاريع اللي تقدمت من جهة أخرى مع البنك الأوروبي للاستثمار تم الموافقة على تمويلها من طرف الوكالة الفرنسية. علاش؟ على خطر البنك الأوروبي للاستثمار ما يمولش عادة أكثر من 50-60% من قيمة مشروع يبقى لي الباقي الباقي كمل هنا الوكالة الفرنسية هذا هو. فما أيضا مشروع مع شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي مشروع للمحافظة على المحيط أيضا تم توقيع عليه. فما مشروع آخر تم اتفاقية تم توقيعها وملزمة مع بنك آخر هو الاتحاد الاتحاد البنوك للتجارة والصناعة لبسي لتمويل مشاريع في ميدان الطاقة الجديدة والمتجددة يعني هذه هام زادة جدا خاطر هذه يبعدنا على التلوث من ناحية محافظة على المحيط ومن ناحية أخرى يحمينا من استيراد المحروقات وكذا ونولي نستعمل الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية وكذا. وفما مشروع أخير صغير اللي هو وقعت عليه هنا أيوة. من 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 جهة تونسية اللي هو تمويل إعانة فنية لمؤسسة من مؤسسات القرض الصغير. المؤسسة هذه تعطي القروض الصغيرة تقريبا بدون ضمانات للمبادرات الاقتصادية الصغيرة بين 3000 دينار و 20000 دينار. مهمة. مش حاجة كبيرة وإنما هي مهمة جدا. برشا عائلات ياكلوا الخبز من الشيء هذايا. ما قبيلي كان نحكي مع رئيس مدير عام احدى المؤسسات الكبرى في تونس ومش لازم نذكر الاسماء قال لي روح البلاد هو من جهه مستير يلقى واحد كان يقرا معاه وقت اللي كانوا صغار قال له اش تعمل توا قال له كنت عندي نشري الحوت ونبيع وكذا لكن الموبيلات سرقوها لي قعدت من غير موبيلات رجعت للمركب نتاعي نحاول نصطاد شويه وكذا يقول لي شوف كيفاش الحكايه مربوطه بموبيلات تنجم تغير أكيد. حياه شخص وهذا هو القرض الميكرو كريدي في تونس هذا الوكالة الفرنسية للوكالة الفرنسية مع العلم المشروع مش فرنسي المشروع هو شراكة بين أطراف تونسية
واطراف كنديه. شكون اللي بيشد في يده الفلوس باش يمول سي رادي في البنك؟ لا هي المؤسسه القرض الصغير باش تمول شراء اعانه فنيه باش يتم هيكله الشركه باش تكون في مستوى اداره خارق العاده. هذه من المشاريع الملزمه. هذا الملزمه اليوم اللي سمعناهم قبل ما نمر الكلمه سي مراد، اللي سمعناهم من وعود الدول مثلا الجانب القطري، الجانب السعودي، الجانب الكويتي، الجانب التركي، يعني الدول اليوم اللي سمعناهم شنو هي طبيعتها تلك الوعود؟ اولا اعلانات، اعلانات سياسيه وقرارات سياديه مش ملزمه اليوم، ويلزم الواحد يفهمها شو وراء الارقام هذه. شنو هي بالضبط؟ يعني كي يقولوا مثلا الجانب القطري وعد بمليار و250 هذا من منظمي الدوره. أي. ودرسنا المشاريع وحضرناهم وكذا مده اشهر من الان، ما كانش عندي علم. اليوم لما الامير تميم قدم الرقم هذا ما كنتش عندي درايه بالرقم اللي مش يقدمه، وكنت نتصور ان الرقم فيه عده اشياء. اولا كانت تونس عندها قرض قطري وديعه هي تم وضعها لدى البنك المركزي ب 500 مليون دولار كان مش يتم ارجاعها في 2017. اجله هنا 2019. تحليلي الوديعه داخله في داخله في الصوم جلوبال هذه. اي خاطر ما تمش الاتفاق عليه، ما تمش التوقيع على التاجيل، هو يعني فهم هذاك اتفاق مبدئي. اي مبدئي. لكن طالما لم يتم التوقيع على يعني تأجيل الدفع الالزامات هو لازمنا نرجعوا في 2017. الكونتور يقعد يخدم يعني، ما تخيلوش العباد باش يقولوا لك اعطاها لك هكا هيبه. هاي و2017 احنا التزاماتنا الخارجيه كبيره من ناحيه الدين، لو كان لا قدر الله لازمنا نزيدوا ندفعوا هال 500 مليون دولار اللي هي تمثل اليوم مليار واكثر شويه من مليار و100 1100 مليون دينار، يعني 1.1 مليار من دينارات نتاعنا دي تثقل كاهلنا وتصعب علينا العمليه ل 2017. فحسب رايي المليار و250 مليون فيهم ال 500 مليون هذا الوديعه. اي فيهم ايضا تقريبا، وهذه اكثر تكهناته اكثر شويه من تكهنات لكن ما زالت رسميا يلزم، وهذه المتابعه وين مش تدخل من بعد باش نشوفوا ترجمتها الارقام هذه بالضبط. وتوثيقها توثيقها يلزم ايضا توثيقها في اتفاقات، في اتفاقيات متعدده وكذا باش نخلطوا الارقام هذه بالضبط. وقدر الامكان تعهد. يمكن فما 350 مليون دولار يكونوا في يعني صندوق استثماري لتمويل مشاريع في تونس. في تونس. وهذه هامه زاد ايضا. حاب نقول كلمه اخيره باش ما نستحوذش على الكلمه وبعد هذا بعد العرض. هو انه من جمله الاتفاقات اللي تم توقيعها مع البنك الاوروبي للاستثمار، انا ذكرت المشاريع الملزمه هذه اللي تقريبا مليار دينار 400 مليون يورو. البارح تم توقيعها. فما اتفاق إيطالي ايضا. وهذه عمرها ما صارت في تاريخ البنك الاوروبي للاستثمار. وتو نفسر لك علاش عمرها ما صارت، لان قانونهم الاساسي ما يمكنهمش باش يعملوا اعلانات او اشياء هذه. اذا خدموا القانونيين باش يلقاوا الصيغه اللي تمكن باش ياخذوا الاعتماد هذا، لان البنك الاوروبي للاستثمار ما يمول كان مشاريع. اذا كان طالما ما درسش مشروع وما قررش انه باش يمولوا ما تنجمش تقول له مول المشروع هذا. هذاك علاش صعب عليهم، لكن قاوا الصيغه مع القانونيين تاعهم باش يقولوا لو كان تونس تقدم لنا مشاريع بما فيه الكفايه للسنوات القادمه، احنا باش نعملوا جهدنا باش نمولوا في الخمس سنوات نتاع المخطط بما قيمته 2.5 مليار يورو. 2.5 مليار يورو سجل هذا في الاتفاق الايطالي؟ لا هذا اتفاق ايطالي تم توقيعه بحضور رئيس الجمهوريه. الكوره عندنا تو في تقديم المشاريع. 6 مليار دينار، 6 مليار دينار تونسي معناتها نحكيو عليهم. حاجه ضخمة. حاجه مهمه، حاجه طبعاً. مهمه جدا طبعاً. الكره عنا ومعلينا كان احنا نعرفوا بالمشاريع هذاك. عليه السيد رادي المد متفائل وفرحان. خلينا نقولوا الكلام سي مراد حطاب. سي مراد كنت تسمع تبعت الاتفاقات اللي تم امضائها تقريبا منذ يومين، اليوم في افتتاح مؤتمر الاستثمار اعلان النوايا حول الدعم، تقييمك عموما لاتجاه مؤتمر الاستثمار اللي ناس تحكي انه نتائجه ان شاء الله يا ربي تفوق التوقعات. لا احنا نتمناه بطبيعه الحال انه الاستثمار بشكل عام معناها
يكون في تونس من رفعات النمو ويمكن من دعم الحركية الاقتصادية في تونس اللي هي حاليا في وضعية متأزمة، وكيف كيف ما تكون العلاقة بين التوانسة والأطراف هذه الكل اللي عددها سراذي والمتعاملين الدوليين تكون علاقة نفعية مشتركة من الجهتين. والحال مبدئيا حسب وكالة تونس فريق الأنباء آخر رقم عندي أنا قبل ما نجيكم تقريب أنه في حدود الأربعة متاع العشية أنه التعهدات مش تعهدات الوعود سمحني خاطر في فرق كبير بين انجاجمون وبين بالضبط هذا اللي كنا نفصلوا فيه توا مع سيرتي. التعهدات اليوم اللي وقع الإعلان عليها على غرار الإعلان متاع أمير قطر الكل في الكل في حدود 10 مليار دولار وعود ما بين قروض معناتها تمويلات في شكل قروض وما بين هبات وما بين حاجات اخرى بين البنين معناتها بين الهبه وبين هذه اللي عبر عليها سيرادي بالحمص والزبيب فيها شويه يعني مخلطه شويه معناها فيها ودايع وما شابه ذلك. 10 مليار دولار تقريبا 23 ألف مليار تونسي بطبيعة الحال هذا الكل يجي معناتها في اطار ضرورة المتابعة غير شك معناها لأنه الاستثمار ماهوش مسألة منتدى فقط، الاستثمار هي عملية متواصلة في الزمن تتطلب المتابعات وتتطلب تقديم معناها يعني اقتراحات واقعية وقابلة للتحقيق وتتطلب تهيئة مناخ كامل مؤسساتي وترتيبي وتشريعي وما إلى ذلك سياسي حتى وحتى سياسي أكيد من غير حتى أدنى شك استقرار سياسي خاصة واستقرار اجتماعي بالأساس زي كذلك عنده أهمية كبيرة بالنسبة للاستثمار معناتها في العالم مش حتى في تونس. وفي السياق هذايا معناتها بعدين بعد الوعود هذيك تقريبا بدينا نسمعوا اللي ثم اتفاقيات قاعدة تتم معناها في إطار استثماري معناها في إطار مشاريع مشتركة بين معناها أصحاب مؤسسات وبين مستثمرين منها موجودين في المؤتمر يعني في حدود 30 توقيع اللي سمعناهم على سبيل المثال العشية معناها اليوم حتى تقريبا حتى الوقت هذا معناها آخر المعلومات اللي عندي أنا. فما حاجتين شخصين لفتوا انتباهي تفضل. والحاجة الحضور الأمريكي كان دون المأمول باش نعطيك مثال كارتر مثلا وعدا وباش يجي جيمي كارتر اي ما جاش وهو رئيس جمعيه ايضا ومدير مركز رئيس جمعيه لكن هو من ما تعرف هي كلها توا الاستثمار وهو مساله بالاساس قرار سياسي وسيادي يعني عندك تاكيدات ان كنا ننتظروا حضور كارتر؟ اي هو صرح بشيء هذا ولكن اللي حبيت نقول راهو الاستثمار هو مساله نتاع مراكز نفوذ نتاع لوبينج يعني هذا اللي يصير في معنا نجم نقولوا معناتها في سياقات مش بالضروره تكون للعلن معناها يعني غياب امريكي مخيب هذا غياب امريكي دون المأموله ولفت. دون المأموله احنا باش نكونوا معياريين على الاقل ولفت والاسباب حسب رايي معناها بسيطه ماهيش حاجه صعيبه. اولا تاريخيا راهو الامريكان ما يستثمروش في بيت برشا على امريكا هذا الشيء الاولاني. وثانيا اللي يهم الامريكان في الاستثمار معروف اللي هو الاويل يعني البترول. ولو انا كنت منذ اسبوع استقبل سفيرنا السابق في الولايات المتحده ذكرني بمعطيات مهمه انه اليو اس ايد يعني معظم المشاريع الكبرى في تاريخ تونس ودوله الاستقلال بتمويل امريكي كانت من تمويل الوكاله الامريكيه للتعاون. لكن كان نشوفوا مثلا الميزان التجاري بيننا وبين امريكا ما نلقاوش حاجه كبيره رغم اللي عندنا تقريبا معناها القنصليه الامريكيه في تونس عندها زوز قرون معناها موجوده صحيح تاريخيا ثم رسوخ خاصه في دوله ما بعد لحظات ما بعد الاستقلال ثم رسوخ معناها تاريخي ولكن على المستوى الاستثماري وعلى مستوى التبادل خاصه الخارجي ضعيف. على كل حال فما اكيد وضعيات اخرى جيو استراتيجيه احنا ما نجموش نقيموها. تعرف انه اليوم كان الحضور اساسا سياسي اكثر من حضور اقتصادي طبيعي كانت نجم الولايات المتحده الامريكيه تسجل حضور على الاقل كرساله سياسيه اكثر من اقتصاديه. فما الحضور الالماني، الحضور الالماني فيه اخذ ورد معناها حسب رايي انا خاطر انا تبعت العمليه كمتابع
تبعت من الاول وتبعت من اليوم، ويمكن ياسر بطبيعه الحال باش نقعدوا ندبوا في الموضوع هذا المدى سنوات اكيد، لان المؤتمر باش تكون عنده انعكاسات على مستوى المتابعه. الحضور الالماني من الاول كان فما يعني وعود كبيره ياسر انه الدعم باش يكون تقريبا غير محدود باعتبار انه تونس نجحت في المسار، خاصة الألمان كانوا متحمسين وإلى آخره. والسفير الألماني صرح تقريبا معناتها أوت البارح الوكالة تونس فريق الأنباء، أعطاه تصريح طويل ووضح فيه موقفه من مناخ الاستثمار في تونس، من مناخ المال والأعمال، من التطورات اللي قاعدة تشهدها البلاد بصفة عامة على جميع المستويات. وأنا إلى حد ما كانت الصورة حتى يعني الغرفة التجارية التونسية الألمانية كانت يعني فما زخم تاع انه فما ديناميكية نتوقعوا، ولكن اليوم نشوفوا للحضور الألماني من ناحية الحجم معناتها المطروح ماهوش حجم كبير كما كان متوقع بطبيعة الحال. وما ننساوش اللي ألمانيا راهي ثاني مستثمر في تونس، لهذا هذه مفارقة معناتها نجم نقولوا تقريبا معناها ثاني مستثمر في تونس يكون تقريبا حتى على المستوى السياسي. اليوم شكون حضر من مثل الالماني؟ والله السياسيين اليوم اللي لاحظتوا معناها بالاساس ثم قطر وفما الفاديس معناتها الصندوق الانماء العربي اللي هو فيه مجموعه من الدول الخليجيه، مجلس التعاون الخليجي يعني بالاساس. يعني اليوم احتضان فرنسي خليجي كان باش يعلق. اي سيرادي عندي برشا تعليقات على الكلام هذا هام جدا. بربي سيرادي اسمح لي القضايا نتاعنا المفصله والدقيقه نخليوها بعد ما نشوف دوبليكس الشارع التونسي يعني كيف يخمم يعني بعفويته في مؤتمر الاستثمار. معايا مفيدنا فؤاد بوفتح من قلب شارع بورقيبه. فؤاد مرحبا بك. التوانسه كيفاه يتابعوا مجريات مؤتمر الاستثمار، توقعات وانتظارات؟ اهلا وسهلا ومرحبا بك برهان. كما قلت انت انا توا موجود في شارع الحبيب بورقيبه. خلينا نقول لك بصراحه شارع الحبيب بورقيبه قاعد عايش وقائع مؤتمر الاستثمار. رينا قبيله شويه انتهت منذ قليل، معناها عروض فنيه، كانت فرقه فنيه موجوده لهنا، كانت حركه كبيره للمواطنين وبرشا كلام على مؤتمر الاستثمار، برشا كلام، برشا عباد يقولوا ان شاء الله معناها الوعود هذه تترجم على ارض الواقع. فما عباد اخرى فاقده الامل يقول لك مش اول مره جات برشا فلوس لتونس، وهذاك علاش معناها مواطنين اخترنا مواطنين نساء ورجال وشباب، معنا مواطنة تونسية. على نحن توا على بعد أمتار من مؤتمر الاستثمار في قصر المؤتمرات لهنا شارع حبيب بورقيبة. المواطن التونسي كيفاش معناه يعيش مع المؤتمر هذايا، كيفاش معناه تخم معني. بالنسبة لي أنا متقبلتها وفرحانة بها برشا، وإن شاء الله تونس تترجى خير بقدرة ربي. أما الشعب التونسي مش الكل، مش كله يعني مش بكله متفتح كما ريت الفوضى متاع أمس واليوم زادة. صراحة مش معقول، معناها عينوا الناس جايين نظيفين وإن شاء الله هما اللي باش يقوموها البلاد في عوض يقفوا معاها، زادوا عملوا هكيكة بالعاني معناها يخوضوا. شنو رأيك أنت في الوعود متاع المساعدات والوعود بالاستثمار في بلادنا؟ أنا في بالي نترجى خير إن شاء الله، وإن شاء الله تونس بخير بحول الله. كانت معنا مواطن، باش ناخذوا مواطن اخر. اليوم برشا توانسه اليوم حتى في وسائل التواصل الاجتماعي برشا توانسه اليوم في الافيونيو يحكيوا على مؤتمر الاستثمار. انت كمواطن تونسي شنو تنتظر؟ شنو الفكره اللي تحملها على المؤتمر هذا؟ هو شوف ما تكمل الثوره السياسيه بالحق كان بثوره اقتصاديه. نحن بالحق اليوم نحتاج ان بلادنا تنمو خاصه في الاقتصاد. عندنا مشكلة متاع تشغيل بالحق، وأنا فرحان بالمؤتمر ونستنى أن الثورة تدعم بالاقتصاد، لكن المشكل الكبير هو السيادة الوطنية متاع بلادنا. نحن صحيح نحبوا الاستثمارات الأجنبية، أما في نفس الوقت نحبوا نحافظوا على بلادنا ونحبوا نحافظوا على ملكية أراضينا. بالطريقة هذه ما تنجح المؤتمر الاستثمار إذا إلا إذا دخلوا كفاءات تونسية، وإلا إذا تكون عندنا سلطة ونكونوا فاعلين في اتخاذ القرارات في هالمشاريع الأجنبية هذه لش نقيمها على أرضنا.
وقتها نجم نقولوا ان شاء الله ان مشينا في الطريق الصحيح، وان باذن الله ثورتنا ماشيه واش تنتصر، والربيع العربي هذا باذن الله شي ينتصر ان شاء الله. بوريان مشينا نحاولوا ناخذوا الشباب زاده معناها ومعناها كيفاش يخموا في المؤتمر هذا. انت كشاب تونسي كشاب تونسي شنو كيفاش تنتظر معناها من المؤتمر هذا؟ المؤتمر بالنسبه للمؤتمر فهمتني ثم دول فهمتني قاعده تخدم على بلادها كما المغرب مثلا. المغرب بالنسبه للمغرب ثم 450 اسم من الاسيويين قاعدين يدخلوا يوميا للمغرب وقاعدين يستثمروا وناس تستثمر فهمتني. عندنا برشا، انا واحد كشباب عندي 20 مشروع تفهم فيه استثمار يدخل الاف المليارات للبلاد، ما يلا غالب هذا هذا بالنسبه للاستثمار فهمتني ولا هذا مستغلين عليه ناس معناها من الفئات العليا فهمتني ولا ماناش معناها مش مخلين الشباب باش يخدموا فهمتني ولا باش يستثمروا. اليوم كشاب تونسي اليوم كشاب تونسي وتسمع الوعود بالاستثمارات والمساعدات معناها عندك امل ولا؟ ان شاء الله ثم امل، ان شاء الله بالنسبه للحكومه هذه جديده وثم جهود ثم ناس تقعد تخدم على رواحها ان شاء الله ثم امل. ثم بوريان فما شاب اخر يحب يتكلم من قبيله مش نحاولوا ناخذوه نعرفوا المباشر بسرعه معناها بسرعة عندك أمل معناها في مؤتمر الاستثمار هذا ولا؟ بالنسبة للاستثمار أي عندي أمل كبير على الأخر، مي تخاف يبيعوش البلاد زادة. أنا شو نقول لك؟ صحيح فما شغل وفما برشا حاجات الوعود هذا ما الكل نسمع فيهم أنا من قبل الثورة. إن شاء الله إن شاء الله خير. على أرض الواقع. واضح. ما نتوقعش منهم أنا برشا خير، أما إن شاء الله خير وكهو. كان هذا معناها آراء المواطنين التوانسة على مؤتمر الاستثمار. كلمة أخيرة جوست إن شاء الله ديما نشوفوا تونس هكا بوريان، خاطر كعبتنا رينا حركية كبيرة، رينا تنظيم أمني كبير، ما فماش كياسات مسكرة، كل شيء مريقل. إن شاء الله ديما نشوفوا تونس هكا بوريان. نعم فؤاد، خاصة أنه أمطار تصب والحمد لله ربي عطاه خيره، ومستانسة كي الشتاء تصب السيركولاسيون تقف وكل شيء. إن شاء الله ديما هالخدمة وهالإنجاز وهالدقة في الإنجاز تكون موجودة في البلاد. مؤتمر استثمار وما بعد مؤتمر استثمار سيرادي، ونرجع لك سي مراد، معناها مقدرين أنه العباد كي نخليوها عايشة بالأمل تصبح مهمتنا أكثر خطورة وأكثر دقة. سيرادي مهمتكم أنتم الناس اللي معملين واللي سوقتوا لصورة مؤتمر الاستثمار، توا الناس باش تطالبكم المشاريع، باش طلبكم بالإنجاز، باش طلبكم بالمتابعة. في الجانب هذايا أنتم عندكم الثقة في الفيزابيليتي نتاع العباد، تحكي على قلك عندي مشكلة نتاع فيزابيليتي نتاع فلوس، مش مشكلة فلوس، فلوس تجي، ولكن المشكلة الاقتصاد حين يتحول إلى إسفنجة تذوب فيه الفلوس وتهبط من غديك ما عملنا فيها حد شيء. اليوم الاقتصاد التونسي قادر بفضل هالدعم هذايا اللي يتحقق واللي موجود في صيغة وعود أنه يعدي العقبة هذه ولا؟ أولاً نحب نقول أن المؤتمر مش نهاية المطاف، هو بداية المطاف. ماناش باش نقوموا نهار الخميس الصباح ونقاو الأموال دفقت علينا من الخارج وغرقنا عوضاً أن نغرق في الأمطار غرقنا في الفلوس في وحل الأموال. هذا مش صحيح وما نعملوش عليه وما ما يكونش هذا التصور متاعنا. ما يزناش نتصوروا أنه في الاستثمار وفي حركية الاقتصاد يكون فما ما قبل المؤتمر وما بعد المؤتمر، لأنه المؤتمر لازم يكون بداية مطاف جديد. بداية مطاف جديد أولا تضع فيه الدولة الاهتمامات الاقتصادية من أولويات الأجندات السياسية في البلاد. لازم نهتموا بالاقتصاد، عدينا 6 سنين وإحنا مهتمين ونسينا الاقتصاد، والاقتصاد ما نسناش، وهذاك علاش الأحوال نتاعنا تدهورت، وهذاك علاش الأحوال الاجتماعية تدهورت والبطالة ارتفعت وكذا. يلزمنا بداية من اليوم وأخرنا برشا في هذايا نهتم بالاقتصاد. وإحنا سمعنا الشاب يقول لك الثورة قامت على مطالب اقتصادية واجتماعية جابونا وكذا. هذه أولا بداية مطاف شديد يتم فيه الاهتمام بالشأن الاقتصادي. ثانيا الاستثمار هو رهان على المستقبل. رجل الأعمال ما يراهن على المستقبل إلا إذا كان الصورة تكون واضحة، إلا إذا كان فما سياسات اقتصادية واضحة. إذن هذا يلزمنا الناس الكل أن نتمادى ونعمق الإصلاحات الاقتصادية اللي بدينا فيها، لكن النسق مش مرتفع إلى ما فيه الكفاية. يلزم نواصله ونعمقه وكذا. ملاحظة ثالثة هو أنه
لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحل مش باش يجينا من برا، مرحبا بهم الأموال هذه والوعودات الكل، الحل بين يدينا احنا. الحل هو اولا في تعهد رجال الأعمال بالاستثمار أكثر وأكثر، مع العلم اللي هم قاعدين يستثمروا، وهذا كان معنى المبادرة الأخيرة لما رئيس الجمهورية قبل مجموعة من رجال الأعمال وتعهدوا بالاستثمار في الجهات الداخلية في حدود 1.5 مليار دينار أولا. ثانيا الحل بديننا لما نمكن الشباب متاعنا وكل حاملي مبادرات اقتصادية من إمكانية تمويل هالمبادرات الاقتصادية مهما صغر حجمها، وهنا دور القرض الصغير اللي كنت نتحدث عليه وأهميته، لأنه هذاك هو اللي يعطي الأمل للشباب باش يمكنوا باش يصير عنصر فاعل في خلق الثروات. نعم. قبل أن يبقى ديما يطالب بالشغل ويطالب بتوزيع ثروات لم يقع خلقها. والحل بين يدينا هو بين أيدي الحكومة في الإسراع وتعميق الإصلاحات الاقتصادية اللي لازمة. طبعا لازم بالنسبة للأموال اللي وعدونا بها من الخارج لازم المتابعة طبعاً. لازم تقديم المشاريع، لازم المشاريع يكون فيهم جدوى اقتصادية واضحة. أكثر التمويلات المقدمة ستكون عن طريق قروض. إذا كان القروض مش تمول إما مصاريف الإدارة أو كما قلت أنت الإسفنج هذا يبلع كل شيء وما يبقى شيء، ما عملنا فيها شيء بالعكس نغرقوا البلاد أكثر، نغرقوا البلاد. وإذا كان القروض مش تمول مشاريع ما عندهاش جدوى اقتصادية ومش تخلق ثروات، لأن القروض يزم نرجعوها يعني مش يبدأوا عارفين التوانسة ذلك. يعني اليوم حجم الهبات تقريبا حجم صغير في الأرقام اللي سمعناها اليوم، حكاية فارغة. الهبات مسألة صغيرة بسيطة بتاع ترميم، كان نلقاو 200 مليون في الفلوس اللي حكينا عليهم الكل 200 مليون دينار، حاجة هايلة ياسر. معناها بلاش، ما حشناش بهبات بالضبط، حاشتنا بتمويلات تمكننا من إنجاز المشاريع اللي نحتاجهم، وحاشتنا باستثمارات مربحة باش اللي يجي يستثمر معانا يربح معانا، وخطر هذاك هو الكفيل الوحيد باش يزيد يواصل الاستثمار بتاعه معانا. واضح مراد، باش نعمل لونشينمون، اتفاعل في لونشينمون وحط لي في الجانب المقارنات اليوم. هل يحق لنا أن نخاف بمثل ما خافوا في وقت من الأوقات المصريين في شرم الشيخ، كي خذوا وعود كبيرة بمليارات الدولارات في المسألة، وجانب المتابعة خلى الأرقام ما كانتش في حجم التوقعات، في حجم ما تم الوعد بها، وبالإضافة لتعقيبك على كلام سيدي. أي نجم نخافه صحيح. شوف أول حاجة الاستثمار هو مناخ. اليوم المناخ العام للاستثمار في تونس نعرفوه اجتماعيا فما إشكاليات كبيرة، وما نحملوش المسؤولية معناها للمجتمع التونسي اللي هو اليوم يعاني من صعوبات حياتية معناها ولات واضحة وجلية، وذاك علاش اليوم صعبة الأمور من الناحية الاجتماعية في التوفيق بين الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي، التحكيم معناتها الأربيتراج بين الزوج جوانب هذوم. الأكيد أنه اليوم مخطط التنموي اللي تبني عليه الموضوع الكل 2016-2020 هو بكل صراحة، حتى كي نطرحوه الموضوع على المواطنين اللي كانوا كي يسمع 2016-2020 يقول لك هو 2016 وفاء، لو كان مخطط ذي اللي تعرفوار معناتها ما تنجمش تبني حاجة. وأنا شفت المخطط من بداية تقريبا كتيبته، مش حتى وقت تكتب حسيناه مختل، ناحية الكمية ماهيش مطابقة ناحية النوعية، ما يعكسش تطلعات واضحة، مش معناها تطلعات الشعب التونسي باش ما ندخلوش في اللغة الخشبية بشكل عام، في الكوندكتور فيه مش واضح، خذينا معناتها الأمور كما هي، وقد رشكنا شوية فك المخطط التنموي هذاك 2016-2020 اللي هو المفروض على الأقل أضعف الإيمان يولي 2017-2021 باش تبدأ الأمور معناتها متوازنة. دونك هذا هو مبدئيا النقطة المنهجية والمعيارية الأولانية، أنك مش معقول تبني مؤتمر استثماري كامل على وثيقة بيزي ديجا هي في حد ذاتها ما فيهاش ملائمة واضحة. وديجا تشوف أنت حتى اليوم في قانون المالية مثلا علاش فما المشاكل هذه الكل، رغم اللي قانون المالية في تونس راهو يتعمل من عام 1860 في الصيغة تنجم تقول المعروفة معناها باعتبار الإدارة في تونس قديمة. اليوم عام 2016 كأن أول مرة نعمل قانون مالية،
باعتبار انه ثم ارتباك، ثم عدم وضوح رؤيه، ثم ديلوي القرار، معناتها القرار ضعيف معناتها في اللي يتخذوه معناتها في السلطه، يعني اي ضغط معناتها يقع يلاشيو وبعد يرجعوا معناها وكل المشي هذاك والجاي هذاك الكل يخلي اليوم معناها الاطراف الكل في محقه في الحكم على ان الرؤيه مش واضحه، وهذا اللي يفسر في بعض حالات غياب بعض مستثمرين مرجعيين والاستقطاب البولاريزاسيون اليوم اللي صارت في المؤتمر، واللي سيادتك كاعلامي عندك دقه ملاحظه لاحظتها. النقطه الثانيه اللي حبيت نقول انه راهو شوف المشاريع الاستثماريه اللي يلزم يفهموها التوانسه باش تكون في ثلاثه صياغ. ثم صياغ نتاع مشاريع تتعلق بالبنيه العموميه التحتيه العموميه لزم، معناها حاجه تشبه المطار النفيذ بون، ولا حاجه تشبه بون ما نجمش نعطيه ليكزامبل. راهو في الوضعيات هذه يلزم العلاقه تكون علاقه نتاع انه التونسي يربح والبراني يربح، مش في شيره واحده يهز الفليسات ويمشي على روحه، معناتها كل عام معناتها الميزان نتاع الدفعات يزيد يختل، هذا مش استثمار. دونك يلزم يقع معناتها مساله نتاع توضيح اطار ترتيبي كامل، وهذاك علاش بعفوية المدخلين اشاروا له في قضيه السياده وش باش نستفيد وزاد وما نحبش البلاد تتباع وما نحبش كذا، فما منه الهجس هذا، فما منه الهجس هذا. انا ما نعتقدش انه فما فكره نتاع بلاد تتباع، مش في اتجاه تتباع ولا ما تتباعش، في اتجاه حاجه اخرى، في اتجاه انه هو يكون مستفيد اكثر مني، فما منه الهجس بطبيعه الحال ممكن بطبيعه الحال. خليني نمشي الفاصل الشهري ونرجع لبقيه الاشكاليات، وخاصه باش تجاوبوني هل القادم الجديد هذا الغامض ما نعرفوش نجمو نعملوا عليه ولا اللي هو الصين. خلينا نشوفوا الفاصل الشهري ونرجعوا للحديث.